طيب هنعمل ايه الطبق التاني؟ هنعمل زي ما قلنا الجمبري مع الرز ومع النكهات المكسيكية. تيجوا نبتدي بالجمبري الاول ونخلي الرز لانه محتاجين الوك تسخن في الفقرة الجاية. فانا هعمل ايه؟ هحط الطاسة دي هنا واسخنها واقول لكم عن النكهات اللي هندخلها. هعمله سليم زي ما هو، شايفين احنا فاتحين بس الظهر منظفينه، اتاكد انه مفتوح كويس كده علشان اعرف اسويه كويس. برضو الباتر فلاي دي اسمها الباتر فلاي، الفراشه تتفتح كده. وممكن تطلبوا من لما تروحوا تشتروا السمك او الجمبري انه يجهز لكم التقطيعه دي. انا بس حابه اعمل حاجه، عايزه اجيب زيت زيتون لانه احنا في المطبخ الاسباني زيت الزيتون هو الاشهر، واسبانيا مشهوره جدا بالزيتون. اذا هنستخدم نكهات ايه؟ مش عارفه افتح الازازه. هنستخدم البصل والثوم والفلفل الحراق والفلفل الالوان. خلوني اجيبهم هنا عندي اهو، فلفل الحراق والفلفل الالوان وشويه الطماطم، وهنستخدم شويه بصل. عندنا اين البصل؟ اهو، هناخد شويه بصل احمر وبصل اخضر. فانا حاسه ان الطاسه دي انا كده كده كنت حطها على النار مش هتبقى كافيه، فهاخد طاسه اكبر واحطها على النار اهي ونعلي الحراره. كل ده بسخن بدي وما كانتش بتسخن. طيب عملنا الشوربه، صدقوني يعني بالبريك كده بالفاصل دقنا شويه منها، هي الشوربه بتاعتنا يعني، ولا يمين ولا شمال، مش طريقه جديده، هي جربوها هتحبوها جدا. تعالوا نروح على اسبانيا بقى مع بعض. خلصنا هنا مطاعم الاسماك المحليه، هنحط شويه زيت زيتون. قلنا المطبخ الاسباني شهير بزيت الزيتون لغنى اسبانيا بيه. هنبتدي بشويه بصل، نعمل قاعدين فرايد رايس على الطريقة المكسيكية. فرايد رايس هي حاجة صينية، المكسيك والأسبان، قلت لكم المكسيكية هم المطبخين شبه بعض قوي. المكسيك والأسبان بيشتركوا بأسبانيا الفايية، المكسيك برضو عندهم الرز ده، بس الفرايد رايس الكلمة بتيجي من المطبخ الصيني صدقا يعني للأمانة. هناخد دلوقتي برضو توم، عندي توم شرايح أنا حطيته فين؟ بس عندي أهو موجود. إذا بصل وتوم وفلفل ألوان، توم الشرايح اهو، فلفل حراق، نقول مكسيكان وسبانيش، بالذات المكسيكان بتبقى حراقه حاجات كلها الصراحه يعني. انا هسيب شويه نخلطهم يبقى لونهم فريش على الوش. عايزين المعلقه، نقلب الخليط ده. هنضيف طماطم بس مش دلوقتي، مش عايزينها تطري قوي. بالنسبه للجمبري هنا هناخده كده، يا اما يبقى الجمبري حجمه صغير يا اما ممكن انه عشان يختلط كويس مع الرز وكميه قليله من الجمبري الجامبو تدينا عدد، هنقطعه كده فيطلع لنا واحنا بناكل قطع الجمبري. بس عندي هنا كمان تاني، ممكن نشيل لازم الحته الاخرانيه دي، نخلي الديل مش نضيعش ولا حته. في عندي كمان هناك شويه، فدي طريقه انه تطلع في اللقمه الواحده اهو. نشيل الديل الاول، فهنقطعهم. ولو الجمبري الحجم الميديوم او الصغير يو دونت هاف تو، مش هتقطعه. ده بقى هيتحط له شويه بهارات برضو مكسيكان اند سبانيش، بس خلونا نقلب هنا واغسل ايدي غسله صغيره ولا بعد ما نحط الجمبري. اذا انا حطيت البصل والفلفل الاحمر الوان والاصفر والثوم والفلفل الحراق، اذا جه وقت الجمبري. هنشوف لو محتاجين نزود الزيت هنزود. طيب انا كده هسيبهم على النار، اروح اغسل ايدي، توطيت الحراره شويه عشان ما تحرقش الخضار، عليتها تاني دلوقتي اهو. متخيلين انتوا الطعم اصلا السبايسز دي كلها حلوه جدا جدا مع السيفود بشكل عام. يلا نكمل، تكون الحرارة عليت.
فعارفيني خلاص لازم اقف وانضف على قد ما اقدر، يعني لو عليا هجيب صابون وميه وسبراي واقعد انضف، بس بحاول اعمل كده في البريك. سر من اسرار المطبخ انه نطبخ كده بشياكه وبنظافه. هخلي الزيت جنبي، نجيب دلوقتي البهارات، الطاسه، ولريحه الريحه والتنظيف احنا ممكن نحط حاجه. برافو يا كنترول فكرتوني. بنعمل ايه؟ ناخد شويه خل، حاجه موجوده في كل المطابخ، ونحط هنا شويه خل، ونجيب مناديل منها زفاره السي فود وكمان الهايجين، الخل من الحاجات المعقمه. وهقول لكم تب سريعه على الخشب. الخشب لما ننضفه كده بسوائل لازم لما ننشفه نقطه زيت ونمسحه زي ما بنعمل بالحديد الزهر عشان نغذيه عشان ما ينشفش ويطق. الخشب من الحاجات اللي ممكن تبتدي تفلق فلازم يتحط له زيت، ودي حاجه عارفينها كل اللي عندهم القرمط الخشب اللي حتى الغاليه تبقى انواعها غاليه لازم نحافظ عليها. نرجع هنا للجمبري ونقلب، فعلا الخل بيضيع اي ريحه. يلا نحط البهارات. عندنا ده ثوم بودره، بصل بودره، البابريكا والكمون والكزبره. دي خلطات كده مع بعض بتدي النكهه على طول المكسيكيه، وزي ما قلنا المكسيك والمطبخ الاسباني قريبين من بعض. كزبره ناشفه، كمون، الكمون، الثوم البودره، البصل البودره، والبابريكا. والبابريكا احد اهم عناصر بهارات الطبق ده، مش بس بالطعم، ويا سلام كانت مدخنه باللون كمان. فطبعا شوفوا هنا ما فيش زيت، انا قلبي حسسني قلت هنحتاج شويه زيت. لسه هنقلب الرز فهحط زيت الزيتون. ايوه، واسمع الصوت ده السيزل الحلو. جمبري كده بيتقلب، هنضيف بصل اخضر وكزبره خضراء، وهنضيف الطماطم قبل ما نضيف الرز على طول، بس الكزبره والورقيات بعد الرز. خليه يتشوح، وتعالوا هنا نبتدي بنفس الخلطه، زيت زيتون، نحط شويه بصل، هي هي بس هندي هنا جوسز اكتر عن طريق صوص الطماطم. شويه بصل، شويه ثوم برضو شرايح، شويه فلفل حراق، شويه هخلي دول للاخر، وشويه فلفل الوان. ممكن نكتفي بنوع واحد او اثنين، وهنحط كمان صوص الطماطم. انا عندي هنا طماطم فيريه، ممكن تحطوا معجون الطماطم. خلوني بس اروق هنا حوالينا. ثوم والبصل خلاص، نقلب هنا. تعالوا نحط الجمبري زي ما عملنا الباتر فلاي، شايفين بالشكل ده، هنحطه كده تحت الناحيه دي كده لتحت، ويبتدي يتحمر. بعدين هنضيف كل الاضافات الثانيه في الحراره. يلا نرجع للرز، شايفين لون الزيت اصلا كله بهارات، والريحه عندنا في المطبخ تجنن وقت اضافه الطماطم. زي ما قلنا الطماطم نضيفها قبل ما نضيف الرز على طول. انا النهارده مستخدمه الرز اللي هو الجولدن، بسمتي الجولد، هجيبه اهو سلقاه بميه كتيره ومصفياه، هنضيفه حالا. هاتوا نجيب حاجه نضيف بيها الرز، هنضيفه فوق الخليط ده وكده، ولا تخبص الرز ولا حاجه. الرز الجولد من انواع الرز اللي بقول دايما فيها شبه سنه للمكرونه، ما بيعجنش، شايفين كانه بتحسوا كده انه ما فيش فيه نشا كتير، وده بيسمح لنا نقلبه من غير ما يتكسر وناخد راحتنا واحنا بنعمل فيه بالذات الاكلات اللي زي الفرايد رايس. خلونا نقلب. يلا حلو قوي الرز ده جنب اكلات السمك، ممكن تحطوا فيه انواع اسماك بحريه مختلفه، ممكن تخلوه حراق قد ما انتوا حابين.
احنا كل اللي بنعمله دلوقتي بنسخن الرز مع الخليط اللي عملناه. اتاكد بس ان كل الرز خد النكهه. فاضل لنا نجيب شويه رز هنا. فاضل لنا بس نعمل سلطه الباستا. الباستا كده كده مسلوقه اي شكل باستا. انا النهارده عندي الفارفيلي اللي هي على شكل فراشه، البنه بس ما تبقاش سباجيتي، اي شكل القلبو اللي انتوا حابينه. طيب انا حاسه هنا بقى اني حابه اضيف ايه، حاسه اني حابه اضيف شويه زيت اديله طعم حلو، ونضيف البصل الاخضر ونخلي شويه للوش، ونضيف الكزبره المفرومه بكميات حلوه ومنعشه، وعايزه اضيف عصير الليمون. ايوه عصير الليمون هيدي نكهه حلوه قوي 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 للوصفه دي. هتستغربوه شويه مع الرز بس هيليق جدا مع اضافه شويه كمون. انا حاسه اني عايزه اخلي طعم الكمون والليمون هما اللي ظاهرين. يلا نقلب هنا. ايوه ونقلب كمان قبل ما نطلع الفاصل الجمبري حالا علشان يكمل سوا خلال الفاصل. هل حطينا ملح؟ ما حطيناش ملح. هنظبط الملح، عايز كميه ملح هنا. نظبط الملح خلال الفاصل. نقلب الجمبري تقليبه صغيره ونطلع فاصل ونرجع. فاضل لنا السلطه ولسه بعض الاضافات طبعا على الجمبري، لسه محتاج على الناحيه دي. يلا بينا فاصل. جاهزين يا كنترول؟ يلا بينا على الفاصل ونرجع يكون الجمبري ابتدى يستوي ونقدم الطبق بشكل حلو قوي ونعمل السلطه. الفرايد رايس خلص، هنزوقه بشويه بصل اخضر اهو. قلت لكم ده هنحطه على الوش بيديله فريشنس حلو. وكمان كان عندي الكزبره الخضراء اهي لسه موجوده، برده شويه كزبره خضراء، وهنحط كمان فلفل وليمون لانه حقيقي طعم الكمون والليمون ظاهر وحلو جدا جدا جدا. كفايه القطعه دي. يلا نروح على السي فود هنا على الجمبري. نحط نفس خلطة البهارات اللي هي بابريكا وكزبرة ناشفة وكمون وتوم بودرة وبصل بودرة، وهنحط رشة الملح. وعندي هنا صلصة متدوبة بشوية مية عشان ندي صوص حلو، وكلتها قبل كده حلوة جدا جدا جدا، مكسورة بشوية كريمة، سنة كريمة تدينا ذا سبينك صوص الشاهي. ونخليهم بس طبعا الجمبري مستوي اصلا، الصوص اللي خد طعم الفلفل الحراق والبابريكا وخد نكهه الفلفل الالوان الى اخره، يغلي بس غلوه مع الجمبري. وهنقدمها بنفس الطاسه، خليني الفها كده عشان تاخد الصوص من كل الجهات. تحفه. هوطي النار ونعمل السلطه مع بعض. تعالوا نحط رشه الملح.